شاهد هذا الحمار الذي لونه مذهل وغريب، سبحان الخالق العظيم. طبعا أغلب ألوان الحمير لونها أسود أو أبيض، لكن هذا الحمار ليه 3 ألوان، يعني أنت هتشوفه، أو كمان 4 ألوان. تمام، يعني أنت ما شفتش حمار زي كده فيه الألوان. بالنسبة للألوان بتاعته، طبعا هتقولوا له إيه الألوان؟ هقول لكم إيه. بس طبعا ده أول حاجة لون أسود، وده بني، وده داخل على الحمار لون حمار، وهنا لون أبيض. يعني كده إن فيه 4 ألوان. بصوا بأن فيه 4 ألوان جميلة جدا، وحبيت أوريكم منظر الـ4 ألوان الجميلة. وبس كده، هنا تقول نهاية هذا الفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.